أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم أكل اللحوم في الدول الغربية التي تدين بالنصرانية؟ لا بأس بذبائح اليهود والنصارى، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامهم هو ذبائحهم، أي حلال بالإجماع. ولكن إذا عرف أنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية فلا تحل، مثل المسلم، المسلم لو ذبح على غير الطريقة الشرعية لا تحل ذبيحته، فكيف بالكافر؟ نعم.